مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الموضوع ديال الأخت مالكة اللي من الجالية المغربية اللي جات للمغرب تبحث سنين طوال عن الأخ ديالها سعيد. مشاهدينا الكرام، الفيديو تاني لقاء اللي كان بين مالكة وبين الأخ ديالها في خضم الموضوع. بعد هذا اللقاء هناك شق قانوني محض في الموضوع وفيه تطورات غادي نشوفوها مع الأستاذة زينب. أستاذة زينب، تبعتي القصة ديال الأخت مالكة اللي كتقلب سنين طوال على خوها من بعد الموافاة ديال الأب ديالهم، عرفت بأنه خلى أموال طائلة والأخ كين في الخيرية وما عارفش الوضع الصحي دياله. درتي الإطار القانوني، انتي الأولى معاها، مشيتوا للمركز، قدرتي تلقاي الأخ ديالها وكان تم التعارف، شافت خوها والرأي العام تبع. من بعد كتكتشفي أمور أخرى. نوري لنا الرأي العام. شكرا أستاذ يوسف، كما عاد كنشكركم دائما من هذا المنبر، كما أن المغاربة كلهم كيشكركم لأن كتنوروا العدالة وكتنوروا الرأي العام بالحقائق ديال المجتمع المغربي، باش يعرف كل واحد ما عليه ما له وما عليه من ناحية قانونية. أولا أنا اتصلت بالأخت مالكة اللي جات من الديار الفرنسية، كانت ديك الساعة أنا كنت في مدينة مكناس، اتصلت معي هاتفيا، مشات النقابة قالت لهم بغيت الرقم ديال الاستاذه زينب على اساس ان بغيت نوبها لي باش تنوب لي على شي حوايج على حقوق ودافع لي على حقوقي. فعلا مسكينه باتت، انا جيت معطله من مدينه بكناس، باتت الصباح في واحد لوطور في الدار البيضاء على اساس نشوفها في الصباح. وفعلا ملي شفتها في الصباح من وجهها بانت لي إنسانة طيبة، إنسانة اللي فيها الإنسانية، إنسانة اللي مبقاتش بين الخوت، لأن الخوت ولاو ما دخلتش ولاو عائق في وجه الأخ، والحمد لله كما كيبدو في هاد الميتين. بالنسبة لهاد الأخ سعيد اللي هي جات من فرنسا اللي ما شافتش 37 سنة، وجات كتبكي، عينيها كتضرف بالدموع من اللي لقاتني، بحال أنها قالت لي ما شفتوش غتوقع لي شي حاجة، لأن ضروري خاصني نشوف خويا فين كاين، لأن كانوا يهموها خوتها لأنه في واحد المصحة ديال العلاج وما جاتش المغرب، ما جاتش شافت 37 عام على أساس كيتعالج، ما كيبينوش الحقيقة. مع الأسف آخر دقيقة اكتشفت بأن أخ ديالها بأنه راه كاين في مركز خيري اللي هو في مدينة تبارة في إذابي اليوم. أنا وياها وانتم كذلك انتقلتم عن العين مكان اللي كنشكر من هذا المنبر السيد المدير ديال المركز اللي هو كان إنسان طيب اللي عطانا الصلاحية باش يمكن نخرجوا الأخ ديالها على الأقل باش يشوف برا. كنشكره جدا من هذا المنبر، كما أننا كنشكروا النائب ديالو والممرض، وكنشكروا واحد السيد مكلف بهذا الشيء ديال ميثاث منين جاوا مصادر ديال هاد النزلاء منين جاوا. فإذا بينا طلعنا الفوق فعلا مشى جبد الأصل ديال الميث، ملي جبد الأصل ديال الميث كيلقى بأنه جاي من شالة، من جاي من الرباط، من شالة محمدية اللي في شالة على أساس واحد المركز من تيم محمدية تحال عليهم في 2009 على أساس أنه ما عنده لا أب لا أم، على أساس أن حتى واحد ما دخلوا المستشفى لذاك المركز، على أساس أنه يتيم، وبالأحرى بأن خوته كيمشيو في ولد خوته يمشي عنده، واحد خوجه من برا كيمشي عنده ولكن ما مسجلش تما. هنا من هذا المنبر طلبت من النائب ديال المدير كيفاش كيدخلوا ناس ما كتعرفوهمش بأنهم ما مقيدينش بأنه هما اللي دخلوه ولا عندهم صرابيه ولا كيحطوا شي حاجه ديالهم، تيشوفوا يمكن شي واحد يجي شي نهار يعطي شي ماده سامه. إذن كان خاص يكون دار أخته بأن الوالد ديالها توفى، قالت بأن الإخوان ديالها كيتصرفوا في ذاك الشيء كله، ما داروش الخير ذاك الأخ ديالهم اللي هو دابا ورث أموال طائلة من عند الأب ديالو. قالت لك الأخ عنده هو فلوسه الخاصة، علاش ما نعتنيوش به؟ علاش ما ندوش مصحة؟ علاش ما نعطيوه دار نجيبوا ليه خدامة في الصباح وخدامة في العشية؟ لأنه هو ميسور، ماشي هو راه يتيم كما يدعون بأنه حاطين في مركز ديال خيرية ديال الناس اللي ما معروفينش عائلتهم واللي ما عندهم حتى شي حد بحال الناس المتسولين. هنا من هذا المنبر انا الحقيقه ملي شفتو تاسفت وبكيت، وخصو هي الان تتبكي، حنا تاثرنا بزاف، شفنا حالته الصحيه متدهوره جدا لدرجه ان فيه السكر، لدرجه ان الجزره كتقرب تقطع. قال لنا
راه طمنا السيد المدير والسيد النائب ديالو اللي قالنا غيشوفوا الطبيب الفيرم داك الانفيرميير اللي كان تما معناتها هو مسكين ساعدنا قالنا غدا يجي يشوف الطبيب الا كانت وضعيته جد حرجه غنتصلوا بكم على اساس تخرجوا شي مصحه باش يتعالج مادام هو عنده بالاخص حنا عطينا العنوان ديال دارهم اللي هي دارهم ديال الوالده ديالو على اساس انه يقدر يبقى فيها ولا في واحد الدار في التقدم باش 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 يهتموا به لانه هو الاخ ديالو ورخى واحد الدنيا. كيفاش هاد الاخت اللي هي الوحيده اللي فيها الانسانيه اللي انا من هذا المنبر انا كنشكرها بزاف لان دامت هاد الانسانيه ديال هاد الاخوات الاخوت قالوا بكري كان الاخ ما كيطيح مع خوه في البحر كان الاخ كي عنده خوه كاين اللي كيتزوج خوه ما عطاش لاكور ما يتزوج كاين الاخ هكا كان التضامن من ناحيه اخوه دابا كيفاش نحلات التضامن واش على قبل الماديات ما كتسوى والو. إذا سمحتي لي أستاذة عندي واحد السؤال مهم في الموضوع، قلتي لي أحد من العائلة مشى زارو في هذا المركز، هنا الدور ديال المؤسسة يعني الإدارة ديالها، ما استفسروش هذاك السيد اللي من العائلة، حلوا الملف، شافوا الوثائق اللي فيه، قال لهم بأنه الشخص اللي عندنا في المركز بدون هوية، يربطوا الاتصال المركز بالعائلة ديالو كاملة، ما ربانا يتخاذ المتعين واهتمام بهذا الشخص، هو كتقول لك الوضع الصحي ديالو صعب مقبل على عمليات تقدر تقطع ليه رجليه وهاد العائله قلتو البعض فيهم كان كيجي يزور هادو اللي كيجي يزور ما علاش ما خبروش هاد الاخت هادي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هاد المؤسسه علاش ما عطاتش ما صيفطاتش رساله لهاد الناس يجيو يهتموا به ما امكن من حد بحكم انه تعرف شكون هو. لا بالنسبه لهم انا يمكن ما كانوش كيوصلوا الاداره لان كيعطوا على كارت ديالهم لان نفس الاسم العائلي كيزوروا تما وكيمشيو. علاش كيفاش هاد الناس ما قلبوش عليه بان ما عندوش بطاقه وطنيه هما عندهم واحد الورث اللي ورثوه من الاب ديالهم اشنو هو المشكل ما يمشيوش يديروا البطاقه الوطنيه ويعطوا حقه ويقسموا داكشي كل واحد ياخذ حقه ماشي تجيو تلوحوا بحال هكاك ما تلقاوش حل ما كاينش وبعد انتم ما داموا كيمشيو عنده اذا عارفينه حاطينه متعمدين باش يخليوه هكاك باش ما ياخذش حقه. السؤال الاخير اللي عندي معك استاذه هو انت مقبله على اطار قانوني يعني اللي غادي تشتغلي عليه ديال هذه الاشكاليات ديال هذا العقار بين الاخت والاخوه موضوع النقاش الخطوات المتبعه في هذا الامر كيفاش غادي تشوفي الامور من الناحيه القانونيه. اول حاجه خاصنا نديرو غنديرو البطاقه الوطنيه لسعيد هذا الاخذ اللي هو مريض اللي في المركز اول حاجه وغنديرو نشوف واش جاي حاطينه في عدد الموتى والورثه هنا خاصو يكون وعدد الموتى والورثه خاصو يكون فيه الرقم بطاقه ديالو وما عندوش بطاقه. ثانيا غنشوفوا الاملاك التركه ديالو اللي خلى باهم والابناك قالوا بان ما يمكنش تخرج فلوس من البنك الا ما خلصتش الضريبه لكن خاصنا نشوفوا هاد الابناك البنك العام ديال المغرب نشوفوا اش خلى هاد الاب والتركه ديالو باش كل واحد ياخذ حقه هو حتى هو راه خلى لي اموال طائله اذا علاش غنخليوه تما اش كنتسناو تيموت باش يموتوا فيه حتى هو. كيفاش كتمشيو تزوروه تمشيو تزوروه على اي اساس علاش ما تحسوش بالوضعيه ديالو علاش ما تهلاوش فيه علاش ما تهتموش فيه برزقه هو ماشي من عندكم واخا يكون ما عندكم والو ماشي بلا ورث وقيتو خوكم ديك الحاله غد صلاه الرحيم خاصكم تهلاو فيه لان هذه الدنيا هذه غير الدنيا كلشي غادي منا غنبالي ونبالك. استاذه شكرا لك الله يوفقك في المهمه ديالكم. مشاهدينا الكرام غنشوف الكلمه الاخيره مع الاخت اللقاء الاولي بينك وبين الاخ ديالك. دابا الاشكاليات القانونيه فيما يخص موضوع العقار مع الاخوه الاطار القانوني بدات الاستاذه كيفاش كتشوفي الامور؟ يبا ان شاء الله انا متفائله مع الاستاذه الخياري بان الامور غتكون غير من احسن الى احسن. واللي انا شكاني بزاف هو انني لقيت خويا داخل بحال اللي دايرين ليه بوان دانتيغوغاسيون بحال اللي شي واحد جاي متسول وحطوه تما ولكن دايرين غلط في صداد دونيسونس في تاريخ الازدياد ديالو وما عندوش لا كارت ناسيونال ما عنده حتى حاجه. واللي قتلني ما عطوش غنقدر نبقى نعس هي ديك الرجل اللي قريبه تقطع وبحال اللي خامجه كيتجنجك عليها الدبان ميم واخا كاع يكون غير جارنا وهو خوهم وهما ميسورين حسن مني انا ما يمكنش من باب الانسانيه واخا ما يكونش عنده رزقه هاد خوتي واش ما قدروش يديوه لدار
ولا طبقه من دوك الديور اللي خاويين ويجلسوه فيها وتود سويت يعطيوه شويه من حقه يداوى به. ما يمكنش راه واخا كاع الواحد يكون عدو زعما ما يخليش الواحد هكاك صافي الرجل كتشوف فيها كتخناس. خوك مسكين كيقول لك راه بغيت نخرج ولكن ما جا حتى واحد داني، بغيت نخرج ولكن خصتي تلقوني من هنايا، وانا كنت كنتصور ما غيعقلش عليا عقل عليا مزيان، قال لي انت اختي مالكه. والمهم انا والله العظيم الا اللسان تاعي عجز ما عرفتش اش غادي نقول، ما عرفتش اش غادي نقول في هذه القضيه نتاع خويا. ميمكن انا ما باقي عقلي ما بغاش يستوعب ليا ان خويا في الخيريه ودايرينو بحال اللي متشرد ما عنده لا مولا با ولا نقلوه من حدا باب شاله على اساس انه متسول، وهو عنده با وعندهم الخيرات اللي الناس كتخدم وكتاكل معانا. كيفاش خويا انا ما يكونش حتى هو مسكين في دارو معني؟ وصحيح قال لك راه بغيت نخرج وما خلاونيش، ما هوش مختل كيشرب الدواء تاعو زوين خصو الا ما تقطعت ليه رجل خويا من بعد غادي نوريه المتتبعين ديالك بان خويا تنقى وبان خويا يدو ما بقاتش ناعسه عليه وبان خويا رجليه ولا كيتمشى واخا ما يقدرش. انا مستعده واي حاجه ما يعطيو فلوس واي حاجه واخا 10 اورو غادي نبقى نصرفها وغادي نعطيها الوصي تاعو في المحكمه بانها شنو خسرت وشنو خسرت. وغادي دابا نحاول نجيب ليه واحد لاشيز غولونت حيت ما عندوش علاش يحط رجليه، راه شتي ما كيقدرش دايره بحال العود ما تيقدرش يحركها. ويلا ديتو سكنتو في دار من ديورنا راه غادي نشري ليه واحد داك لاشيز اللي كيطلع يطلع الانسان الطبقه. المهم غادي تهتم ليه بشكل كبير. نعم اكثر من ولدي اللي باقي عندي خصو الاهتمام. شكرا ليك. مش هو اولى باش نهتم فيه من ولدي الاخر. ولدي الاخر معاه اختو ماجور تقدر تكلف به نجي ونمشي، ولكن هو غنهتم به حيت هو عنده دابا العقل اكثر من داك ولدي اللي باقي قاصر. ما عندوش العقل اكثر من داك الولد اللي عندي قاصر عنده العقل عليه. الله يوفقك يا ربي. اضافه مع الاستاذ عندك شي اضافه؟ اضافه هي الاساسيه في هذا الموضوع. انا قلت بعد ما نديروا البطاقه الوطنيه ديالو غنديروا التحجير عليه، واللي غيستحق التحجير هي الاخت اللي هي انسانيه، يعني يكون داك الشيء تحت اشراف القاضي اللي غادي يمكن هي حتى القاضي اللي درتي مسطره ديال التحجير معناه انه يمكن لفه به كل شيء الفلوس ديالو ولا اي حاجه محتاجها عن طريق القاضي. اذا هاد الاخت راه مستعده قالت لك بانها عندها التقاعد في فرنسا، يمكن تبقى غاده جايه لفرنسا وتقابلوا هو ودير لي خدامات كاع وحده في الصباح والعشيه وتبقى حتى تحن الله. هذا هو الجميل اللي في هاد الميف. الحمد لله انا اليوم فرحانه بزاف ما دمت شت هاد الاخت اللي جايه من فرنسا واحد الطريقه اللي جايه تطير وباش تلقاني بعدا كيفاش جات تبانت لي. الحمد لله الدنيا باقي فيها الخير الحمد لله، والله يعطيها صحيحتها والله يخلي لها وليداتها والله يكمل عليها بخير. انت الله يوفقك يا ربي. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا القصه تناولناها من الاول موضوع سعيد اللي كان شبه مختفي، الاخت ديالو قدرات توصل ليه في المركز. الفيديو الثاني اللقاء بين ملكه والاخ ديالها، الجزء الثالث اللي هو هذا الفيديو، الاطار القانوني وبعض الاشكاليات اللي القضاء المغربي هو صاحب القرار. المهم في الموضوع عندنا هو الشق الانساني والاجتماعي بشكل كبير. مثال كنقولوه الله يجعل الاخره دينا خير من الاول ديالنا. يعني سعيد الا كان بين ايادي امنه في الموضوع غادي يكون في بر الامان. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن. شكرا لكم.